بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة قصة بتقول لك عجائب رحمة ربنا في الرزق، عجائب عطاء الله لعباده في الرزق. يا جماعة والله لو كل واحد فينا صدق من جواه والله ربنا ما هيسيبني، وساعة الزنقة هيكرمني وهيعطيني. لموت نفسه شغل ولجأ إلى الله لما تتقفل الأسباب ويقول له يا رب ارزق. قصة النهاردة بيحكيها لي صديق ليا اسمه أيمن صبري. أيمن صبري عنده شركة بورصة بيشتغل في الأسهم وبيبيع ويشتري. بيحكي لي أيمن صبري بيقول لي إحنا الشركة بتاعتنا قدامنا شركة في نفس الدور موجودة جنبنا، فيها موظف بسيط لقيته معدي عليا قال لي يا أستاذ أيمن أنا عارف إن حضرتك بتشتغل في البورصة وكده، أرجوك أنا عندي 300 سهم عايز أبيعهم وأنا والله محتاج قوي وعلى قدي قوي. أيمن بيقول لي بصيت كده قدامي فعلا الراجل على قده، قال له بس أنا مش هعرف أبيعهم لك دلوقتي، قال له اديني تحت الحساب لغاية ما حضرتك تبيعهم. أيمن شاف ال 300 سهم دول، السهم بتاعهم ب 18 جنيه يعني الحسبة على بعضها 5000 جنيه. الكلام ده أم أيمن مطلع من جيبه، الكلام ده كان في التسعينات، أم أيمن مطلع من جيبه 5000 جنيه وقال له، قال له يا عم اتفضل دول تحت الحساب لغاية ما نشوف هنبيعهم بكام، بس تقريبا هيطلع نفس المبلغ. قال له يا بيه ألف شكر ومشي الراجل. أيمن خد الأسهم وقام حاططهم في الدرج بتاع مكتبه ونسيهم سنتين. آه والله يا جماعة بيحكي لي كده، أنا بحكي الحكاية زي ما أيمن حكيها لي، سنتين نسيهم وخلاص وراح الموضوع ولا تصرف فيهم والراجل مشي. بعد سنتين أيمن بيقلب في درج المكتب بيبص لقى أسهم للشركة دي 300 سهم، قام كاتب كده ودور على الكمبيوتر سعر السهم بكام، كان ب 18 جنيه لقاه ب 187 جنيه، يا نهار أبيض يعني يعمل حوالي 58 ألف جنيه. فهو أيمن قام مكلم مراته، هو مش فاكر بتوع إيه دول، قام مكلم مراته قال لها عندي ليكي بقى فسحة وهدية، ربنا كده من حيث لا ندري رزقنا ب 58 ألف جنيه يعني هننبسط على الآخر. وقام نادي السكرتيرة بتاعته وقام قايل لها يلا الأسهم دي عايزين نتصرف فيهم. قالت له أنت مش فاكر قصة الأسهم دول؟ قال لا. قالت له فاكر الموظف البسيط اللي في الشركة اللي قدامنا اللي جيم يبعهم لك وانت قمت له حديك 5000 جنيه تحت الحساب؟ قال لها اسمه ايه الموظف ده؟ قالت له اسمه محمد فرج. قال لها طب ممكن لو سمحتي تشوفيه خبطي على الشركة اللي قدامنا. راحت خبطت قال لها لا ده مشي من سنة. قال لها هاتي لي عنوانه وتليفونه كلمه. قال له انت محمد فرج؟ قال له قال له تعالى لي انا ايمن صبري اللي انت بعت لي من سنتين الاسهم. قال له خير يا بيه انا امرني. قال له يا عم انا خدت منك الاسهم دي مش بتاعتي، انا ما اشتريتهمش منك، دول كانوا تحت الحساب اديت لك 5000، هم دلوقتي بقوا ب 58000 جنيه، انت ليك 52000 جنيه ولا 53000 جنيه. الراجل بدا يعيط وقال له يا استاذ ايمن ممكن تكلم مراتي تقول لها ان الكلام ده صحيح وان انا ما سرقتش ولا حاجه وان الفلوس اللي هجيبها لها دي حلال؟ قال لها ليه؟ قال له ليه يا عم كده؟ قال له اصلا مش هتصدق. قال له ليه يعني ما تصدقش؟ قال له يا بيه احنا بنتنا بتتجوز اليومين دول والجوازة واقفة على حوالي 40000 جنيه وهتتفسخ الخطوبة وهتبوظ الجوازة، وأنا مش مصدق إن ربنا يرزقني بعد سنتين كأن ربنا شالهم لي ورجعهم لي ثلاث أضعاف. فأيمن قال له يا عم خد فلوسك وهات مراتك أكلمها. بس الدرس الكبير يا جماعة اللي أيمن قاله لي، قال لي بعد ما الراجل مشي أنا بكيت سبحانك يا رب على عطائك ورزقك، ما تفضحش عبدك أبدا وترزقه وتخليله فلوسه الوقت ما يحتاج. بسمة أمل للثقة في الرزاق، بسمة أمل للي يعرف إن وقت الزنقة أمن يجيب المضطر إذا دعاه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.